هذا يسأل عن حكم بيع حبوب منع الحمل. منع الحمل ما تصرف إلا بتقرير طبيب، ما يجوز للصيدلي يصرفها إلا بأمر الطبيب. إذا قرر الطبيب أن هذه المرأة بحاجة إلى هذه الحبوب صحيا ويبيع عليها، أما أنها تجيه المرأة بدون تقرير طبيب، بدون أمر طبيب، ما يجوز له يبيع عليها.